اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الذي استشهد وتوفي الآن في نعمة وراحة وانتهى أمره بسلام وأفضل سلام، لأن الدنيا دار مؤقتة، فإذا مات الإنسان في سبيل الله فهو أفضل ما يحصل عليه الإنسان في هذه الحياة. ثم لنفرض أنه ما استشهد في هذا السبيل وإنما قال عمره عمرا طبيعيا ومات، وشنو الفائدة؟ أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الصحابي مات واشترك في جملة من الغزوات والحروب، لما مات كان في فراش الموت وحوله أصدقاؤه، فأخذ يبكي قبيل موته. قيل له: لماذا تبكي؟ لماذا؟ قال: موت كموت البعير. قال: أنا مثل البعير جامد، البعير شلون يموت؟ نفسه. قال: أنا كنت أحب أن أستشهد في سبيل الله، وأما الآن فأنا أموت كما يموت البعير. الواقع هؤلاء الذين يموتون في فراشهم وفي ساحة الجهاد وفي سبيل الله موتهم كموت البعير. على كل الموت موجود، فلماذا الإنسان لا يموت في سبيل المبدأ والهدف وسبيل الله والآخرة؟ فالأفضل أن الإنسان يموت في هذا السبيل وفي هذا الطريق، وهذا قد أدرك الأفضل هذا الشخص الذي مات بالاستدام في سبيل الله، لأن استدامه كان في طريق عمله وفي طريق جهاده، مو هالشكل كسفر أو ما أشبه. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، يمكن الإخوان يفكرون: يا ليت إحنا هم نقتل، ويا ليت إحنا هم نموت في هذا السبيل أو شبه هذا السبيل. هذا صحيح وغلط في نفس الوقت. صحيح أن الإنسان يجب أن يقتل في سبيل الله، ويمكن تذكرون أن في كل ليلة من ليالي شهر رمضان كنا نقرأ: وقتلاً في سبيلك مع وليك فوفق لنا. مع وليك يعني مو لازم ان الانسان يشوف الامام المهدي ويقتل معه، في طريقه فهو مع رسول الله، يعني انا في طريق رسول الله، مع علي يعني في طريق علي، مع كارتر يعني في طريق كارتر، مع الشاه المخلوع يعني في طريق الشاه، مع حزب البعث يعني في طريقهم، وإذا مويهم أيضا معه. الإنسان أفضل شيء أن يقتل في سبيل الله أو يموت في مناسبة حركة إسلامية دفاع وجهاد، لكن يجب على الإخوة أن يعرفوا وكلهم في هذا السبيل أن المهم أن تقتل مو أن تقتل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله، شنو بعد؟ فيقتلون ويقتلون. يعني الأول يجب أن تقتل، يعني أن الكفار، أن المنافقين، أن أذنابهم، أن عملاءهم، تقتلهم، تطهر الأرض من لوثهم ثم تقتل.
أما أن أقتل هذا مو صحيح. أنا أقتل بعد أن أقتل. الإمام أمير المؤمنين قتل بعد أن قتل من الكفار والمنافقين المئات. الإمام الحسين قتل لكن بعد أن قتل من الكفار والمنافقين المئات. الإنسان يجب أن يفكر هذا التفكير، مو أن أقتل، مو صحيح هذا. يجب أن أقتل وأقتل 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 ثم أقتل، هذا صحيح. وما أقول بعد ثلاث أشخاص يعني كما فعله علي. وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير كانوا يقاتلون تحت لواء الأنبياء، كما أن الأنبياء كانوا هم يقاتلون أيضا، لكن هم يقتلون أولا الكفار والمنافقين والمستعبدين والمستعمرين ثم يقتلون صحيح. فمن الضروري أن نفكر في أن نكون هكذا. أولا نقتل سمعتهم، لأن القتل قتلان، قتل الذات وقتل السمعة. يعني إذا وحلت سمعة آل سعود أو حزب البعث أو آل خليفة أو سائر المنافقين في الأوحال، هذا قتلتهم معنويا. زعموا بأن قتل الحسين يزيدهم، لكنما قتل الحسين يزيد. يعني شنو؟ يعني أن الإمام الحسين قتل سمعة يزيد، ولهذا 1400 سنة تقريبا يلعن يزيد و1400 سنة يمدح الحسين عليه الصلاة والسلام. فالموضوع الثالث، الموضوع الأول كان حول هذا المقتول والمستشهد، الموضوع الثاني حول أن نقتل ثم نقتل، الموضوع الثالث حول قتل السمعة. هذا أهم الأشياء، يعني أننا نقتل سمعة هؤلاء الكفار والمنافقين الذين هم في أذنابنا. شلون تقتل سمعتهم؟ بالدعاية، بالإعلام، بالمنشورات، باللسان، بالقلم، بكل الوسائل الممكنة، حتى هو إذا يمشي في الشارع يحس بأنه مهان من قبل الناس، ويحس بأنه مرذول، ويحس بأن الناس ينظرون إليه نظرة غير شريفة. يعني هو غير شريف بطبيعة الحال، لازم الإنسان في الشكل، ويجب أن يكون شجاعا في هذا الشيء، يعني أن يكون شجاعا في ذات الله، في فضح المتآمرين والكفار الشرقيين والغربيين وعملائهم الذين يستولون على مناطق المسلمين. فلازم أن الإنسان يقتل سمعة هؤلاء، وهذا من أفضل الجهاد. ولذا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول: وأفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر. شنو معنى هذا؟ لماذا أفضل الجهاد؟ لأن تقتل سمعته، بينما إذا أخذت السيف ضربت عنقه وهو معبود للجماهير ما فتش. أما إذا وحلت سمعته وقلت الكلمة الحقة، هذا معنى أفضل الجهاد، لأنه سقط. حجاج سقط، ابن زياد سقط، يزيد سقط، المتوكل سقط. لهذا النماذج بعد ما موجودين في التاريخ، بس البعضهم يسقطون إن شاء الله تعالى. فلا يوجد مثل هذه النماذج في التاريخ أيضا بفضل المجاهدين والعاملين. هذا الموضوع الثالث. وهناك موضوع رابع يلزم التنبيه عليه، ذكرنا في مفتتح الكلام آية من القرآن: يجب على الإخوة قراءة القرآن دائما. يعني هذا شيء كلش ضروري ومهم، أن الإنسان يوميا يقرأ ولو صفحة من القرآن الكريم، لأن القرآن هو كتاب حركة، هو كتاب ثورة، هو كتاب جهاد، هو كتاب انقلاب على الاصطلاح، هو كتاب التوجيه، توعية، الترشيد، يعني الرشد، الرشد الفكري. الإنسان لازم عليه مهما أمكن يوميا يقرأ صفحة من القرآن، صفحتين، ثلاث صفحات إذا حافظ، إذا مو حافظ، وعلى هالمعدل. ويجب على الإنسان أن لا ينسى شيئين على طول حياته: في زواجه، عند موته، في كسبه، في ثورته،
في حربه في سلبه شيئين: الله، لأننا من الله وإلى الله، والله مشرف علينا سميع بصير، مهما عملت فالله يسمعه، ومهما عملت فالله يراه. دائما الإنسان يجب أن يكون الله نصف عينه. هل يرضى الله بهذا الطريق أو لا يرضى؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. الله يقول حتى في ساحة الحرب فكر العدل مع عدوك، فكر الله مع عدوك، هل هذا الذي تفعله صحيح أو مو صحيح؟ يعني لا تنطلق عن غضب، لا تنطلق عن شهوة، لا تنطلق عن حب الدنيا، لا تنطلق عن حب المال، حب المرأة ما أشبه، بل انطلق عن أوامر الله تعالى. يجب علينا أن لا ننسى الله في كل أمورنا. الشيء الثاني، يجب علينا أن لا ننسى الموت. الجالسين تشوفهم كلهم يوم يأتي كلهم تحت التراب، إذا قريب أو بعيد مو معلوم. قبل 3 ليالي اللي هذا الأخ عندي أو 4 ليالي كان هو يظن أو أصدقائه أو أنا بعد 5 ليالي تحت التراب. منو قال احنا ما سافرنا واصطدمت سيارتنا وكل مت؟ ماكو دليل. منو قال الاخي بعد 40 سنة يموت وانا بعد يوم، والاخ بعد سنة، والاخ بعد 5 سنوات، والاخ بعد 10 ايام؟ ماكو دليل. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. فمن الضروري الانسان لا ينسى الموت، أنه يأتي في يوم. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: إما بخير دائم أو بشر دائم. بعد ما هو بعد عمل خلص. إذا أنت خير في الحياة الدنيا، مطيع لله ولرسوله، متبع لأوامرهم، مطبق لوصاياهم، خير دائم إلى الأبد، خلص معنا. وإذا والعياذ بالله إنسان في عمله زيادة أو نقيصة أو خلاف الله وخلاف رسوله، بشر لا خير بعده. في كلمة للإمام أمير المؤمنين يقول: الموت يأتي بخير لا شر بعده، أو بشر لا خير بعده، بعد دائم. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لخدمة الإسلام والمسلمين، والانصراف عن الدنيا، والجهاد في سبيله، وأن نجعل الله نصب أعيننا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.